ورجعنا لحضراتكم من الفاصل عشان نعمل العيش الكريسبي بتاعنا. هنعمل منه شكلين، اي حاجة ممكن نعملها طالما العجينة بتاعتنا كويسة، لسه ما خمرتش بس بتريح مع الوقت عشان وقت البرنامج. هنبدأ نشوف هنعمل ايه. هنجيب المقطع بتاعنا كده اهو، هناخد نص العجينة كده، هنعمل شكل منه او حاجة. ادي بلفها كده اهو كأني بعمل رغيف فرنساوي مثلا او حاجة، بحيث ان انا ادي كده حاجة حاجة بسيطة مفيهاش اي مشكلة. ادي العيش بتاعنا كده اهو، واشوف صاج تاني عشان هعمل حاجة ظريفة برضو كده اهو، وابدأ اشوف لو عندي مثلا نقطة زيت بسيط، بجيب معلقة كده اهو ماشي، ونفس القصة هنا اهو برضو مفيش اي حاجة كده اهو، سواء بفرشة او بمنديل ورق. عندي المناديل بحاول برضو اوري حضراتكم، ولو مفيش منديل ورق ممكن روح سايب المناديل وسايب الفرشة وشغال بايدي، بحاول اوريكم اهي نظيفة مفيش اي حاجة، لان انا كده كده اوريدي شغال في العيش. هياخد زيت بسيط مني مش مشكلة اهو، ادي الزيت خلاص، وابدأ كده اهو هجيب دي والفها من هنا اهو زي ما اتفقنا مع بعض قبل كده اهي، شايفين بسيط قوي اهو، وببدأ اسيبها شايفين الدقيق ده. لو انا مش محتاج مثلا كمية الدقيق دي اللي هحط فيها العيش، ممكن احطها على صينية واغطيها هتبقى كويسة، بس انا عايز اوريكم الشكل بتاع العيش ده هيبقى عامل ازاي. ادي العيش ده هحطه هنا هو في الدقيق بسيط كده اهو، وابدأ اجيب ده كده اهو فوق الوش اغطيها خالص، زي فكرة لما عملنا حلقة العيش الشمسي الجميل كان نفس القصة. ادي يا جماعة اهو هنقفل اللقمة دي كده بشويش اهي، ونسيبها برضو نفس القصة زي ما وريتكم قبل كده، بفرغ الهواء اللي جواها وبجيب دي كده اهي، ادي نص وادي القفل التاني كده اهو في النص. اصبح عندي لو انا سبتها كده حتى على الصاج هتطلع بشكل جميل وبيضاوي، لو انا عندي الصاج بتاع العيش الفرنساوي اللي هو متجوف من النص بيبقى زي مجرى كده هو خطوط جنب بعض، سواء حجم النص الصاج مثلا العريض بيبقى العيش اللي هو الستيك اللي هو النص او العيش الهوت دوج زي ما بيقولوا، او العيش الفرنساوي، فممكن بمسك لقمة زي دي كده هوت بروح جاي حاططها في المجرى ومقطعها بالسكينة بعد ما بديها دقيق بتبقى جميلة، او بمعنى اصح زي مثلا ايه الساجات اللي هي بتاعت الفران الدوارة مثلا اللي هي بتبقى موجودة دلوقتي في كل حتة، بتلاقي الساج بتاع العيش الفينو العادي مجوف ادي كده اهو. شويش مفيش اي حاجة، انا بدي لحضراتكم كل مقومات النجاح بالنسبة للعجينة نفسها. لو انا جبتها زي ما هي فاكرين زمان للي ما شافنيش في حلقات سابقة، عملنا العيش قطعناه كده هو ونزلنا به بعد ما بيخمر، ممكن عايز انزل بيه بحاجة او سادة زي ما هو هيخش الفرن ويطلع شكله جميل لان انا رشيت عليه دي، او حتى لو ما رشيتش عليه اي حاجة لوحده مع التجويفة بيديني زي الوردة طبيعية بيطلع خمران وجميل وطعمه حلو. انما لو العجينة مش كويسة مهما هعمل اي شكل في الاخر الشكل حلو، اجي امسك عشان اكل الحاجة هاخد قطمة مثلا منها واسيبها اقول لا لا، او اجامل بقى اقول لا والله كويسة بس انا مش هقدر مثلا، يعني حضراتكم عارفين اهي. ادي دي كده ريحت جميل، هنبدأ نسيبها دقيقة تانية
مفروض ان العيش بتاعي بيبقى موجود في الدقيق، بيبدا يخمر اهو كده اهو، بشيل الدقيق اللي عليه واجيبه على الصاج ونشوف هنعمل ايه. هذه السكينة صغيرة شايفين بشويش كده، نفس المسافة هي هاي كده. ألفها تاني عشان حضراتكم انتوا شايفين في بتاع حوالي 3-4 سنتي جوه الرغيف قبل ما يخمر كل دوت، هو موجود كده شايفين اهو. تمام كده اهي، كل الجناب زي بعض ما عندناش اي مشكله. خلي السكينه وهبدا احط صوابعي ما بين فتحتين العجين وابدا اريح اللقمه بتاعتي كده شايفين اهي. شفتوا لعبة حلوة ازاي وجميلة؟ ما خدتش حاجة، خدت 3 كوبايات دقيق مع معلقتين صغيرين الخميرة، معلقة ملح صغيرة، معلقتين سكر صغيرين او معلقة كبيرة عادي، ولو مش عايزين تحط سكر خالص برضو دي حسب الرغبة اهو. بلف دي كده هيديني شكل في الاخر جميل. ببدا امسكها بقى كده اللقمه بتاعتي اهو، شفتي ادتني شكل كويس. ببدا اجيب سكينه كده اهو، سكينه عاديه مش مشرشره كمان يعني. طبعا في ناس بقى ايه لازم موس عشان خاطر اللقمه ما تخبطش او حاجه، لا هي كده السكينة العادية. حتى في معظم الحلقات حضراتكم تلاحظوا ان انا بشتغل بالحاجات اللي موجودة عندكم في البيت. عايزين تجيبوا موس رفيع مثلا يكون جاهز للمعجنات او حاجة تشتغلوا بيه مفيش مشكلة، بس يبقى ظبطت الايد واحدة بحيث ان انا الاقي الناتج في الاخر زي بعض، ما تبقاش قطعة اجمد من التانية في التقطيع مثلا اهي. يعني انتوا لو فتحتوا كل المسام هتلاقيها كلها متساوية بحيث في الاخر الاقي شكل كويس. طبعا فرقت معاكم في التقطيع مش مشكله، زي ما قلت لحضراتكم العجينه طالما كويسه هيطلع لنا شويه شغل، او بمعنى اصح هيطلع لنا الايتم كويس او النوع اللي احنا بنعمله كده اهو. ادي الشكل ده مع البلاستيك هيبقى لذيذ وهيبقى هيخمر براحته ما عندناش اي مشكله. ادي طبعا عبال ما عملنا الريف ده كان العيش دوت ارتاح. هبدا اضغط من الجنب كده يا جماعه شايفين دي اهي، انا عايزها تبقى كده مش عايزه يبقى نوع واحد كتغيير في الشكل يعني مش عشان حاجه يعني ما. اهي جميل ادي الرغيف اهو برده نفس القصه، بخش على الجنبين بنفس المسافه اهو كده اهو. تمام وبعد كده ببدا اروح جاي عامل الشكل دوت هيديني منظر كويس اهو. اهو نفس القصة تمام برضو اهو. كده تمام، عايزين ترفعوها تاني بحيث انه يبقى الشكل مع الخمور هيبقى لذيذ. عايز ادي حليب عليها او ارشها ميه مفيش اي مشاكل. عندي شويه دقيق صغيرين هنجيب كده اهو او بايدي، بس دي موجوده في كل بيت وموجوده من غير اي مشكله. بعمل كده يا جماعه، باخد اللقمه من اولها لاخرها كده بسيط.
يا شيف خالد عمل لنا الحلقة كلها بقى عيش عليه دقيق تغيير عشان نبقى بنغير في الشكل وفي نفس الوقت الطعم برضو هتحسوا بيه طعمه مش دسم وجميل وممكن ما حطش عليه سكر خالص برضو هتبقى الحاجة جميلة. ببدأ أكيد السكينة بتاعتي ادي واحدة وادي التانية ادي ايه رأيكم وبسند اللقمة بإيدي مثلا بحيث انها تبقى تمام ادي كده اهو. بعد الخمور او التخمير تبقى تمام مفيش اي مشكلة. ببدأ اغطي الحاجة لما تخمر وانا بساوي زي ما قلت لحضراتكم لو انا عندي صينية زي ديت مثلا لها جدار مثلا بحطها في أرضية الفرن قبل ما باجي أخبز ببقى قايد مثلا الفرن قبلها بعشر دقايق على درجة حرارة 200 أو لو ما فيش درجة حرارة 200 بسخن وبظبط النار بتاعتي بحيث إن ما تبقاش عالية قوي عشان أضمن الكريسبي اللي أنا قلت لحضراتكم عليه. أول ما بتسخن ديت ببقى عندي تلج مثلا أو عندي حتى مية دافية وأروح نازل جواها. أول ما البخار يطلع أروح مسكن العيش المدخلة وأروح أقفل باب الفرن عليها وان شاء الله تبقى حاجه جميله وتعجبكم. ادي العيش بتاعنا يا جماعه بالشكل اللي عملناه بعد التخمير. ادي اللون اللي يثبت ان احنا شغالين على الفرن العادي. طبعا في محترفين بيتفرجوا علينا هيبقوا عارفين ان في مصداقيه في كلامنا. ادي النص من هنا وادي النص من هنا وادي الارضيه حتى بتاعه العيش نفسه برضو نفس القصه. ده اهو ادي العيش بالسكينة العادية شايفين عامل ازاي شايفين اهو جميل برضو نفس القصة. لو عندكم سكينة مشرشرة براحتكم بقى مفيش اي مشاكل انا طالما العيش بتاعي كويس. ادي السكينة هي اللي بتفرق طبعا ليه لان هي مش مشرشرة فبتاخد اللقمة وتنزل تمام. ايه رأيكم ادي الحاجة بتاعتنا جميلة ولذيذة نفس القصة برضو كده اهو. لو انا عايز افتح العيش ده مع اي حاجة بقى عايزين تاكلوها معاها هتبقى جميلة وبالهنا والشفة. وان شاء الله تزوروا موقعنا ولو في اي حاجة تقدروا تقولوا لنا عليها ونكون عند حسن ظنكم ونتقابل في حلقة جديدة مع الشيف خالد. الى اللقاء.